ضمن موسم احتفال مملكة البحرين بالأعياد الوطنية، نظمت محافظة المحرق احتفالا وطنيا بمنتزه قلعة عراد برعاية مستشار جلالة الملك المعظم للشباب والرياضة صالح بن عيسى بن هندي المناعي وحضور محافظ محافظة المحرق السيد سلمان بن عيسى بن هندي المناعي، ووسط مشاركة واسعة وحضور شعبي من أهالي كافة مدن وقرى المحافظة وجموع من المواطنين والمقيمين من كافة محافظات المملكة. وبهذه المناسبة الوطنية رفع السيد سلمان بن عيسى بن هندي المناعي محافظ محافظة المحرق أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى المقام السامي لجلالة الملك المعظم وإلى سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الموقر، مشيدا بالأعراس الوطنية التي تشهدها مدن وقرى المحافظة المحرق، وذلك احتفاء بهذه المناسبة العزيزة على قلوب الجميع من المواطنين والمقيمين، داعيا المولى العلي القدير باسم كافة أهالي المحرق أن يديم هذه الاحتفالات والأفراح الوطنية. هنا من أغلى وطن في الدنيا مملكة البحرين، وبالتحديد من قلعة عراد، حيث تستقبل محافظة المحرق عرسها الوطني ضمن موسم أعياد البحرين احتفاء بمناسبة الأعياد الوطنية العزيزة على قلوب الجميع. مقدمين الحب والولاء والعشق إلى القيادة العزيزة، ونقول إن شاء الله الله يخليكم لنا ويخلي هالشعب العظيم لكم دائما وأبدا، وكل عام وشعب البحرين في عز ورفاهية إن شاء الله. أجواء يملأها الفرح وسط مشاركة واسعة وحضور شعبي من أهالي كافة مدن وقرى المحافظة وجموع من المواطنين والمقيمين من كافة المحافظات للمشاركة بالأعراس التي تشهدها مملكة البحرين. حضرت فعالية في قلعة عراد وأنا أحب البحرين المهيئة. جهود كبيرة تسعى إليها محافظة المحرق في إكمال المسيرة الوطنية التي تشهدها مملكة البحرين، حيث تأتي هذه الاحتفالات الشعبية ضمن موسم أعياد البحرين الوطنية التي وضعت مملكتنا في مصاف دول العالم المتقدمة.